السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة احمد علي. النهاردة ان شاء الله شباب جايب لكم شرح جامد جدا، ومن خلال الشرح ده شباب ان شاء الله الكل هيقدر يشحن شدات ببجي والسيزون 14 مجانا، وكمان هتقدر ان انت تشحن جواهر فري فاير، وكمان ممكن تكسب بطاقات جوجل بلاي بكل سهولة وبدون تطبيقات وبدون تنفيذ عروض. وانا عارف طبعا انك فرحت لما قلت لك بدون تطبيقات وبدون تنفيذ عروض، فتابع معايا الفيديو بقى للنهاية عشان تستفاد من شرح النهاردة. ولو عجبك الشرح ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان نشوف كم واحد عجبه الفيديو ده. مبدئيا يا شباب هنحتاج موقع عشان نكسب منه الدولارات، وبعدين هنبدا اللي احنا ناخد الدولارات ديت ونبدا نشتري بها يا اما شدات بابجي يا اما اي حاجة احنا عاوزينها من موقع اكس 5 كود. وزي ما انتم شايفين هنا في عرض السيزون 14 اهوت، هنا ممكن تشحن السيزون 14 كامل ب 8 دولار فاصل 25 سنت فقط، تمام؟ وكمان بقى في عروض جامدة جدا زي عروض الفري فاير، طبعا هنا في جواهر فري فاير زي ما انتم شايفين، وعندك هنا بطاقات كتيره جدا بالاضافه الى بطاقات الجوجل بلاي الامريكيه، يعني الموقع فيه هدايا كتيره جدا يا شباب. وزي ما انتم ملاحظين انا شحنت حسابي في الموقع ده بقيمه 10 دولار عشان ابدا اوزع عليكم شدات ببجي وجواهر فري فاير مجانا، عشان انتم بتساعدوني كتير وبتدعموني في القناه. وباذن الله فيديو المسابقه هيكون بعد الفيديو ده، يعني انتظروا الفيديو الجاي عشان تبداوا اللي انتم تشوفوا الشروط اللي تعملوها عشان تدخلوا في المسابقة وتبداوا تحصلوا على شدات ببجي وجواهر فري فاير. فطبعا ما تنساش بقى تفعل الجرس عشان يوصلك فيديو المسابقة اول ما نزله باذن الله. فخلينا بقى شباب نعرف طريقة ربح الدولارات عشان نيجي نشتري بيها هدايا من الموقع ده. هنا لازم تدخل على موقع ماي ترافيك. الموقع ده شباب جامد جدا، انا بجمع فيه دولارات كتيرة بطريقة سهلة وبسيطة، وببدا اللي انا اسحبها بكل سهولة. ولاحظوا معايا لو انا جيت هنا على كلمة ويز درو، هنا هلاقي ان انا ساحب كتير جدا. لاحظوا معايا زي ما انتم شايفين اخر سحب اهوت بقيمه 10 دولار فاصل 90 سنت، وهنا سحب بقيمه 5 دولار 5 دولار 10 دولار، وهنا سحوبات كتيره زي ما حضراتكم شايفين. ولو جينا كده نشوف زي ما انتم شايفين هنا السحوبات كلها مدفوعه، يعني الموقع جامد جدا يا شباب. فخلينا نعرف طريقه عمل الموقع وطريقه الربح منه. طبعا طريقه العمل سهله وبسيطه جدا جدا، كل اللي بيطلبه منك الموقع انك تعمل لايكات لصفحات الفيسبوك او تشاهد فيديوهات او تزور مواقع، يعني حاجات بسيطه جدا. فالكل يتابع مع الفيديو للنهايه عشان تتعرفوا على الموقع بالكامل، وان شاء الله في نهايه الفيديو هبدا اشرح لكم طريقه السحب من الموقع وهسحب قدام حضراتكم. فانا هبدا كده اعمل تسجيل خروج من حسابي عشان اعرفكم طريقه انشاء حساب في الموقع. طبعا انت اول ما تدخل على الرابط الموجود في وصف الفيديو هيبدا يدخلك للموقع بالشكل ده. لاحظوا معايا شباب هنا الموقع دفع للاعضاء اكتر من 698 دولار، وهنا في اكتر من 19000 واحد شغال في الموقع، يعني الموقع جامد جدا يا شباب. فالمهم بقى عشان تعمل حساب في الموقع هتضغط على الثلاث شرط اللي فوق دولت، وبعدين تضغط هنا على كلمه ريجستر او انشاء حساب، وبعدين هيبدا طبعا يوجهك للصفحه البسيطه ديت. هنا هتكتب اليوزر نيم الخاص بيك، وهنا هتكتب ايميلك وتعيد كتابه الايميل، وهنا تكتب باسورد وتعيد كتابه الباسورد، وهنا تختار رجل او مراه زي ما انتم شايفين، وهنا بقى تحدد الدوله هي هتكون متحدده تلقائي، وبعدين هنا تبدا تضغط انا لست برنامج روبوت عشان المربع ده يكون عليه علامه صح زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي، وبعدين تعلم على المربع الصغير ده وتضغط على كلمة سبميت، وكده هيكون عندك حساب في الموقع بكل سهولة. فأنا شباب عندي حساب، فهضغط هنا على كلمة لوجن وأحط اليوزر نيم والباسورد وأضغط على كلمة لوجن بشكل عادي جدا. وزي ما أنتم شايفين دي واجهة حسابي في الموقع، ودي النقاط الخاصة بيا، وده عدد الدولارات اللي أنا كسبته في الموقع الرائع ده. فخلينا بقى نبدأ نعرف أول حاجة طريقة تجميع النقاط عشان نبدأ نحولها لدولارات ونبدأ نسحبها من الموقع. هنا زي ما أنتم شايفين عندنا طرق كتير لتجميع النقاط. هنا عندك الشورت لينك، لو ضغطنا عليها هنا بيقول لك اتخطى الروابط المختصره دي. زي ما انتم شايفين مجموعه كبيره جدا من الروابط، هنا بيديك 9 نقط على كل رابط تتخطاه. فانا هتخطى قدامكم رابط زي ما انتم شايفين، هنضغط هنا على كلمه فيو وهيبدا يحولنا لرابط مختصر. هنا بيقول لك اضغط على انا لست برنامج روبوت، وبعدين اضغط هنا على كلمه كونتينيو، وخلاص كده انت تخطيت الرابط. هنرجع للموقع مره ثانيه، وزي ما انتم شايفين ادانا التسع نقاط بكل سهوله، ولو انت حدثت الصفحه هيبدا يضيف لك التسع نقاط هنا زي ما انتم شايفين، بقى معانا 1222 نقطة بكل سهولة، تمام؟ وهنا بقى عندك للفيسبوك، لو احنا ضغطنا عليها كده هنا بقول لك ممكن تعمل لايك لبوستات الفيسبوك، أو تعمل لايك لصور الفيسبوك، أو تشارك صور الفيسبوك، يعني حاجات سهلة. فهنختار أي اختيار من دول زي ما انتم شايفين،
وننزل للاسفل كده، هنا بقول لك اعمل لايك وخد 9 نقاط، وعندك بقى صور كتير ممكن تعمل لايك لكل الصور ديت، مش هتخسر حاجه وهتبدا اللي انت تكسب النقاط بكل سهوله. وهنا عندك انستجرام ممكن تعمل فولو لحسابات الانستجرام او تعمل لايك لصور الانستجرام وتبدا اللي انت تاخد نقاط زي ما انت شايفين. وهنا بقى عندك الاختيار ده مهم جدا اللي هو الترافيك ده، هنا بقول لك زور مواقع، يعني زي ما انتم ملاحظين كده هنا عندنا مواقع كتير، وطبعا لما بتخلص المواقع ديت بيبدا الموقع يضيف لك مواقع اكتر. فهنا مثلا عشان تزور موقع وتاخد ال9 نقاط هتضغط على كلمه فيو بالشكل ده، وهيبدا يحولك لموقع بشكل عادي جدا. لاحظوا معايا هنا في الاعلى هتلاقوا عداد اهو، هبدا كده اكبر لكم الشاشه زي ما انتم شايفين، هنا في عداد اهوت، وهنا العداد بينقص اهو. فهنا كل اللي عليك انك هتنتظر لحد ما العداد ده يكون صفر، وهتبدا اللي انت تاخد ال9 نقاط اللي الموقع كان كاتبهم لك. فانا شباب هنتظر لحد ما العداد ده يخلص وارجع لكم مره تانيه عشان ناخد ال9 نقاط مع بعض. وزي ما انتم ملاحظين معايا شباب هنا العداد خلاص بيخلص اهوت، وهنا بقول لي خلاص تم اضافه ليك 9 نقاط. فهنرجع للموقع مره تانية وهنعمل كده ريفرش للصفحه زي ما انتم شايفين، ولاحظوا معايا بقى هنا الموقع ضاف لي النقاط بكل سهوله اهوت، بقى معايا 1231 نقطه تمام. فالموقع شباب جامد جدا، وهنا بقى عندك روابط كتير ممكن تزور كل الروابط ديت وتبدا اللي انت تجمع النقاط بكل سهوله من الموقع الرائع ده. وكمان شباب هنا عندك تويتر، ممكن برضو تتابع صفحات التويتر او تعمل لايكات وحاجات سهله وبسيطه وتبدا اللي انت تاخد النقاط. وكمان هنا عندك يوتيوب، هنا ممكن تشاهد الفيديوهات، لو ضغطنا كده على يوتيوب واتش هيبدا يظهر لي هنا فيديوهات زي ما انتم شايفين، دي كلها فيديوهات اهيت، بقول لك شاهد الفيديوهات واكسب النقاط بكل سهوله. وهنا كمان عندك يوتيوب سبسكرايب، ممكن تعمل اشتراك لقنوات اليوتيوب وهتبدا اللي انت تاخد كل النقاط دي زي ما انتم شايفين. وعندنا طبعا قنوات كتيره جدا ممكن اللي انت تشترك فيها وتجمع عدد لا نهائي من النقاط من خلال الموقع الرائع ده. هنيجي يا شباب لاخر حاجه في شرح النهارده، وهي طريقه تحويل النقاط ديت لدولارات وطريقه سحبها من الموقع. كل اللي عليك انك هتضغط هنا، وبعدين هنيجي لحاجه هنا اسمها كوين تو كاش زي ما انتم شايفين، هنضغط عليها بالشكل ده، وبعدين هننزل للاسفل كده زي ما انتم شايفين. هنا بقول لك شوف العدد اللي انت عاوز تحوله من النقاط، فمثلا انا هشوف انا معايا نقاط قد ايه. زي ما انتم شايفين انا كتبت هنا العدد اللي انا عاوز احوله من النقاط 1100 نقطه، ولو تلاحظوا معايا في الاسفل هنا بقول لك عدد النقاط ده يساوي عدد الدولارات ده اللي هو 20 سنت. فهضغط هنا على كلمه سبميت وهيبدا يخصم مني النقاط وهيبدا يضيفها للدولارات هنا. لاحظوا معايا بقى معايا 9 دولار اهوت. فدلوقتي بقى انا عاوز اسحب ال9 دولار دولت، هاجي هنا وبعدين انزل للاسفل بالشكل ده واضغط على كلمه ويزدرو ماني هنا. هننزل بقى للاسفل ونشوف ايه المطلوب عشان نسحب. هنا بقول لك شوف القيمه اللي انت عاوز تسحبها، انا مثلا معايا 9 دولار فهبدا اللي انا اكتب 9 دولار. وهنا بقول لي ضيف ايميلك على البيبال، فهضيف ايميلي على البيبال. وهنا بقول لك اختار وسيله الدفع، ابدا اختار البيبال طبعا، وبعدين هضغط هنا على كلمه سبميت وهيبدا يقول لي تمام انت كده سحبت من الموقع. لو انا حدثت الصفحه كده هلاقي الدولارات اختفت من هنا وراحت للاسفل هنا، هلاحظ كده زي ما انتم شايفين هنا تم طلب 9 دولار اهوت، والعمليه جاري المعالجه زي ما انتم شايفين. وملحوظه مهمه شباب، هنا الموقع بقول لك ان الحد الادنى للسحب 5 دولار والدفع كل 48 ساعه، يعني في اقل من يومين هتلاقي الرصيد ده وصلك على البيبال. وبالنسبه شباب للناس اللي ما عندهاش حسابات بيبال، انت ممكن تستلم على صفحه وسطنا. فللناس برضك اللي ما تعرفش صفحه وسطنا، كل اللي عليك اللي انا هسيب لك الرابط الخاص بيها موجود في الوصف لو لاحظتوا معايا هنا. انا بتعامل مع الناس دولت كتير بصراحه، عالم محترمين جدا. دي صفحه وسطنا زي ما انتم شايفين، انا اتعاملت معاهم كتير جدا. طبعا انا خافي التعاملات لان ديت حاجات خاصه بيا ومش حابب اللي انا اظهرها. فكل اللي عليك انك هتيجي هنا عند صفحه وسطنا وتقول لهم مثلا ان انا معايا 10 دولار مثلا في موقع ماي ترافيك وعاوز ابدا استلمهم او احولهم لبطاقات جوجل بلاي او جوهر فري فاير، وهم هيبداوا يبعتوا لك الايميل، وانت طبعا تبدا تبعت لهم من الموقع ده وتبدا اللي انت تشحن بيهم من الموقع الثاني ده اللي هو اكس 5 كود بكل سهوله. طبعا الموقع ده شباب جامد جدا بصراحه وفيه عروض كويسه، فعشان كده انا شحنت لكم فيه 10 دولار، وهبدا ان شاء الله اللي انا اوزع عليكم من خلال الموقع ده شدات ببجي وجواهر فري فاير. فبكده شباب يكون ده فيديو النهارده، ان شاء الله رابط الموقع الربح ده هسيبه لكم موجود في وصف الفيديو عشان الكل يستفاد منه. وطبعا يا شباب لو انت ما فهمتش نقطه معينه في الشرح ده يا ريت تكتب لي في التعليقات وانا هبدا افهمك بكل سهوله. ويا ريت طبعا لو عجبك الشرح ده يا ريت ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان نشوف كم واحد عجبه الفيديو ده. واشوفكم في فيديو جديد على قناه احمد علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.